مع المترشحات غادي نشوفوا لجنة التحكيم ولجنة الانتقاء اللي جات اليوم معنا فنان عرفنا بملك الراي هذا شهيد ولكن لقب مؤخرا بملك الجرأة هو الخارجة ديالو الإعلامية اللي كانت مثيرة للجدل معنا الفنان الكبير ملك الراي المغربي سميرة عضو لجنة التحكيم وبغينا نعرفوا اش كيدير اليوم في السلام عليكم وحبابي وصحابي كاع المغرب ترجعت لك هنا بالنسبة للحضور ديالي هنا جيت عليه في اللجنة من بشرف عضو اللجنة التحكيم كوني فنان مغربي الحمد لله كاين واحد شوية ديال نقولوا ديال الاكسبيريونس في الميدان هذا ومن طوم نشوفوا البلاد اللي غادي يحس حنا في طور انجاز ان شاء الله العمل الجديد ديالي الكليب الجديد اللي غادي يتخدم بواحد الطريقة بروفيسيونيل وديجا كانت واحد التظاهرة السنة اللي فات واختارينا بعض البنات دابا جينا نكملوا ناخذ حسابات كيف كله طلع كله على البنات اللي البنات اللي جميلات جميلات مثقفات يعني وكما بغينا نبينوا للجمهور الناس المغاربه بان انا الحمد لله ديما مع الطالون كنبغي نشجع الناس اللي طالعين لا من ناحيه ديال ليكيب اللي غنخدم معاهم في التصوير لا من ناحيه ديال يعني الناس اللي يحضروا معنا من البنات يعني التكنيك الناس اللي يكونوا ديال الماكياج ديال اللباس كنحاول نشجع البنات اللي طالعين علاش لان كوننا في الدار المغربي بديت بالصفر والحمد لله باقي كنتعلم كما كنقولوا واخا عندي واحد التجربه كبيره وعندي الحمد لله تميه ولكن كنبقى نهار على نهار كنزيد نتعلم وكنتفكر الايام ديالي كيف بديت انا يعني تحت الصفر هاد الناس هادو لقيتها ما بقاش اللي كيعاونني مثلا ما كنتش كما كنقولوا عصابي التكوين الانسان ديما اللي كيكون عصابي التكوين كيكون كيشوف ديما لهاد الناس هادو الحمد لله دابا راه كاين بزاف شتا باين دابا شتا كاين بنات اللي يسهل يكونوا معنا ان شاء الله لو كليب و لي طالون اللي غيكونوا وتبارك الله كنتمنى كنتمنى لهم ان شاء الله مسيره موفقه وهذا الدومين هذا كما كنقولوا حنا كاملين سيد الله والحاجه اللي بغيت نوجه للبوبليك ديالي واحد الميساج اللي هو كبير بالنسبه للاستراتيجيه اللي دار سيدنا جديده يعني خص يعطي واحد التلتيفات اش ديال الفن والثقافه في المغرب لان راه كاين بعض الدول العظمى اللي كتلقى البلاد يعني الاسورس ديالها الثقافه والفن والابداع يعني بلاص ما يبقاو الناس يبنيو العمارات ويبنيو بزاف الحوايج يحاول يتعاطى هاد يشجعوا الفنان يشجعوا لي طالون اللي طالعين لان الحمد لله حنا في المغرب عندنا بزاف ديال لي طالون عندنا بزاف ديال لي جون تبارك الله من ناحيه ديال الفن التمثيل من ناحيه ديال نورمالمون هاد الاستلام ديال الماكينات لي ميس لي زاكتور لي كوميديان كاين بزاف ديال لي طالون لي خصو يتشجعوا وهذا الشيء راجع لان الناس ما كت الناس اللي لاباس عليها ما كتانفيستيش في هاد الدومين هذا يعني كتانفيستي في شي حوايج اللي حنا صافي شبعنا منهم يعني غير بني وعلم سير وخلي يعني حاولوا تكون واحد النظره وكنوجه هذا الميساج للناس كاملين اللي في المغرب والناس ديال الحكومه نوجه هذا الميساج للناس اللي لاباس عليهم اللي تبارك الله عندهم الفلوس يحاولوا شويه يحسنوا شويه في الثقافه وفي الابداع المغربي لان المغرب تبارك الله فيه بزاف ديال الثقافات وكنتمنى الميساج ديالي يوصل ما كنبغيش نضرب بزاف شويه يقولوا السامع وصراحه كيهضر بواحد الجراه وكيكلاشي وانا كنحاول يتبعوا غير الخطوات اللي دار سيدنا الحمد لله سيدنا كما كنشوفوا عطى الفنان واحد القيمه الحمد لله كيحب الفنانه كيحب الفن ولكن هاد الناس كاملين اللي كيكونوا مع سيدنا حتى هما يساندوا الفنان المغربي ولي طالو ماشي يعني غير كما كنقولوا الفلوس ديالهم تخسر شي حوايج اللي حنا شبعنا منها يعني شبعوا منها المغاربه يعني كنتمنى الميساج يوصل وشكرا للاخ ابراهيم شكرا للمنتدى الفنون الابداع اللي ديما انا كنكون معاهم في التظاهرات ديالهم لان تبارك الله كيخلقوا ولا شيء كيخلقوا شيء بغض النظر ليكيب اللي كاينه في هذه الجمعيه ديال الابداع يعني انا كوني فنان كنتمنى ان شاء الله الخير لكل المغاربه وكنبغي نقول هذا المنبر هذا اللي بغى شي حاجه ولا اللي بغات شي حاجه اللي خصها تبحث فيها وتجتهد فيها وتخدم تكون عندها واحد الشاطئ فيها كيفنا حنا كما قلت لك انا كل نهار كنتزاد كنقول عدد ديال الموسيقى عدد ديال الفن وشكرا للفانس ديالي المغاربه المغربه نقول ماشي غير المغاربه لي زالجيريان لي تونيزيان كاع المغربه كاع العرب وكنتمنى هذا العام ان شاء الله يخليكم بالصحه والسلامه كاع المغاربه
اللي مريض الله يشافيه، اللي ما عندوش الله يعطيه، اللي عنده الله يزيدو. شكرا.